ما هي الدول التي تشهد أكبر عمليات التهريب حول العالم؟ في المركز الخامس إيران. بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط، تعتبر إيران محوراً رئيسياً لعمليات تهريب السلع غير المشروعة والأسلحة. في المركز الرابع المكسيك. المكسيك تعد نقطة عبور رئيسية لتهريب السلع والبضائع غير المشروعة، بما في ذلك تهريب البضائع المقلدة والهجرة غير القانونية، خاصة نحو الولايات المتحدة. في المركز الثالث أفغانستان. بسبب موقعها الجغرافي المتميز، تستخدم أفغانستان كنقطة عبور لتهريب مجموعة متنوعة من السلع غير المشروعة إلى الدول المجاورة عبر شبكات تهريب معقدة. أما في المركز الثاني فنجد نيجيريا. تعتبر نيجيريا من الدول الرائدة في تهريب البشر والبضائع في أفريقيا. تشمل شبكات التهريب نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وتهريب السلع غير القانونية. وأخيراً في المرتبة الأولى تأتي فنزويلا. تواجه فنزويلا تحديات كبيرة في السيطرة على تهريب السلع مثل النفط والوقود إلى الدول المجاورة، مما يسبب ضغطاً اقتصادياً على البلاد.